الدجاج بسكنجبير والعدس. خلينا نبداو بالدجاج بسكنجبير هو الاول. الفراخ بالجنزبيل، سكنجبير جنزبيل. تمام، فراخ هنحتاج فراخ تبقى سليمه او متقطعه زي ما تحبوها، بس هي يفضل انها تبقى بالشكل ده عشان تتقدم بطريقه حلوه وشيك. يبقى هناخد الفراخ تبقى سليمه معانا بالجلد بتاعها، هناخد مستردة او خردل، سكر، تباسكو او هريسه، يعني ينفع في الحالتين ينفع نعمل تباسكو او هريسه، بس انا بفضل مع الوصفه دي تباسكو اللي هو الصوص الحار، والجنزبيل فريش يبقى مفروم ناعم جدا، والكزبره مفرومه ناعمه جدا. طيب، وهنحتاج كمان معاها زبده وجبنه شيدر مفرومه او موتزاريلا على حسب، بس انا بفضل برضو مع الوصفه دي الجبنه الشيدر، بتديها تيست حلو قوي مع الجنزبيل، وجرجير وذره للتزيين. طيب هنبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نعمل التتبيله بتاعتنا، ناخد جنزبيل. عايزه اقول لكم الجنزبيل فريش في الفراخ او في الطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي، التتبيله دي بتبقى حلوه جدا. ممكن نعملها بطريقتين، يعني خليني هقول لكم على الطريقتين الاثنين. ممكن نعملها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي اللي هنعملها مع بعض دلوقتي حالا، وممكن نعملها بطريقه تانية اللي هي بعد ما نتبلهم ومحطين عليهم بقسماط ونقلبهم زي الفراخ اللي بنشتريها من بره، او كورن فليكس نحط عليهم كورن فليكس اللي احنا عايزين، لو عايزينهم كريسبي نحط عليهم كورن فليكس ونغطسهم كده ونحمرهم في الزيت عادي. طيب هزود انا هنا شويه فلفل اسود، ما نكترش الفلفل الاسود لاني انا اوريدي عندي التاباسكو، والملح طبعا لا استغناء عنه. زي ما انتم شايفين انا ما بحطش فيها زيت لاني هحط زبده، بس مش دلوقتي، خليني اشيل دي من هنا وابتدي اتبل الفراخ بتاعتي. هجيبها عندي كده واتبلها كويس قوي. بعد ما اتبلها يعني ما خليش فيها حته غير وانا متبلاها، بعد ما اتبلها واسيبها بحطها في الثلاجه. نحطها في الثلاجه شويه تقريبا مده ساعه، بنخليها نغطيها بلاستيك اللي هو السلوفان او بلاستيك طبي غذائي، ونحطه بالشكل ده. خلينا نغطيها، ونفس الموضوع للباقي. زي ما شفتوا بنتبل الفراخ كويس جدا، ونسيبها حوالي مدة ساعة في التلاجة، وبعد كده نقوم مدخلينها الفرن. بس أول ما ندخلها الفرن بنزود عليها الزبدة بتاعتنا ونخليها هنزود عليها الزبدة ونغطي، ونزود عليها كوباية مية، كوباية الكاس ديال العنبة اللي هو الكوباية بتاعت الشاي، كوباية صغيرة مش كبيرة، ونقوم مدخلينهم مغطينهم فويل ومدخلينهم الفرن. بندخلهم الفرن بنسيبهم حوالي تقريبا بياخدوا لنا وقت تقريبا حوالي يعني 45 دقيقة، من 35 ل 45 دقيقة، النسبة تتفاوت على حسب الأفران والقوة بتاعتها عندنا. بنسيبهم نعملهم بالشكل ده، هوريكم دلوقتي هطلعهم أنا عاملاهم، لأنه في المرحلة التانية اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. بسم الله، عايزة أقول لكم ريحتهم خطار بحال اللي كنقولوا في المغرب. كتجي زوينة بزاف وكتجي لذيذة. خليني أشيل ده من هنا. أوكي، بعد ما بنعمل كده، بعد ما تستوي معانا الفراخ زي ما انتم شايفين بنغطيها بفويل، اول ما احس ان الفراخ فاضل لها 10 دقايق على السوا اقوم شايله الفويل عشان تاخد وش تحميره كده ويبقى لونها احمر حلو. هقوم واخده الشيدر بتاعتي ومنزلاها من فوق. اعملوا معاها الشيدر لانها بتبقى حلوه جدا، ممكن تعملوا اي نوع جبنه تاني، بس الشيدر فعلا بتديها تيست يعني جبار بصراحه.
بالشكل ده. وكده الفراخ بتاعتي هتاخد لها حوالي 10 دقايق كمان وتبقى عندنا جاهزة اننا نقدمها.